هذا المشهد الذي يعجز العقل عن تصويره، ينقض النسر على فريسة حجمها يفوقه بعشرات الأضعاف، لكن هذه المرة وفي هجومه الخاطف يقوم بحيلة أخرى تنم عن ذكائه، فمن الصعب أن يكون قادرا على حمل هذه الفريسة التي تفوقه وزنا وحجما، وبالتالي قام بسحبها في هجوم خاطف أفقدتها توازنها وتهاوت إلى المنحدر الصخري، وبذلك يكون النسر قد أعد لنفسه وجبة دسمة وبأقل التكاليف. وفي هذه اللقطة بالذات يتجلى بأس النسر وإصراره وجرأته، فهو يهاجم البشر، البشر الذي تحسب غالبا لسطوته وهيبته وقدرته سباع البر. وعلى هذا المنحدر نراه ينقض على أحد العاملين في الجبل ليختار أحدهم كفريسة ويغرس مخالبه ويحاول جره للهاوية، ولكن هيهات، إنه الإنسان وعليه أن ينتقي فرائسه بعناية. وفي اللقطة الأخيرة هذه نجده أيضا عازما على سد رمقه بمحاولة فاشلة ومهاجمته إنسان آخر ترك على آثاره مخالبه قبل أن يعتزم الرحيل للبحث عن فريسة لا ترقى إلى سطوة البشر. دمتم في رعاية